إخوة الإيمان والإسلام حقا كلمات الله للعليل هي المسكنات، فمن داوم على تلاوتها يخلو من الأزمات. فضياء ونورا ودواء ساكن بين الآيات، والقرآن الكريم دائما مليئا بالمعجزات. إخوة الإيمان والإسلام، مرة أخرى نلتقي وإياكم مع القرآن الكريم وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله.
عسى ربه إن طلقكن
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات Yeah.
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يا
نور يسعى بين أيديه. وبأي مال يقولون ربنا لما نورنا واغفر لنا يا أيها الذين آمنوا إلى الله يا ويدخلهم جنات يقولون ربنا
يقولون ربنا أكرم لنا ولا واغفر لنا يا
ولا يهديني إلا الحسن. صدقت بكلمات ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم
باركت فيكم واعظا واعظ صامت وواعظ ناطق. اما عن الواعظ الصامت فهو الموت، والواعظ الناطق فهو القرآن الكريم. صادقت يا سيدي يا رسول الله. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية، القارئ والمقيم بمدينة سرس الليال. اما عن الهندسة الصوتية والاضاءة الكهربائية واحدث اساليب الفراشة الحديثة الكبرى بقصر من قصور الضيافة الراقية، فرقبت وصممت بتوفيق من عند الله لدى محلات الحاج فتحي القارح واولاده المقيم بمدينة منوف.